صفاء بوجناح، بداية ملي كنتكلموا على المواد الجميلية قلنا كاع المواد اللي السيدة كتستعمل جمال الشعر، البشرة، المكياج، الجسم، الجلد، كل ما كيتعلق يعني بالجمال ديالها. إذا مدة صلاحية يعني كأي حاجة أو أي منتوج عنده التاريخ فاش كيبدا الاستعمال ديالو، التاريخ فاش كيتقضى الاستعمال ديالو. كيفاش السيدة تفهم قبيلة؟ قلت لنا غادي إن شاء الله اليوم نوضحوا للسيدات كيفاش يتفاعلوا ويعرفوا يوليوا قادرين يقراوا يعرفوا في العلب ولا في ديك البومادات فين كاينين داك الجوا وداك الشيء، كيفاش يقراوا داك الرموز والارقام وغيرها من الاشياء اللي مكتوبه واللي كتكون مكتوبه صغيره بزاف. صغيره وين حنا تبارك الله ما نخافش على ريوسنا هو اللي كنشوفوا مزيان. دونك كاينين جوج رموز، الرمز الاول هو تاريخ الصنع والرمز الثاني هو تاريخ الانتهاء. الرموز الاولى متعلقه بتواريخ الصنع كتكون بحال ام اف دي ولا ام اف جي ولا ام، ومن بعد منها كيتبعها واحد الارقام. هذوك الارقام شلاش كيصلحوا السنه؟ شنو كيعبروا؟ كيعبروا على اليوم والشهر والسنة الصنع. فمثلا عندنا ان برودوي يعني منتوج معين، ما عرفتش مثلا كريم الاساس فون دو تان، غتلقاي فيه مثلا ام جوج نقطات 20/04/2013. هذا بما معناه الا بانه هذا المنتوج راه تصنع نهار 20/04/2013. متفقين سنة؟ هذا الصنع. هاد نعاودهم ام اف دي ولا ام اف جي ولا ام، فهادو كيكون خاص رموز بتواريخ الصنع. كيجي تواريخ الانتهاء. تواريخ الانتهاء كيكون فيها ديك اكسبيراسيون، كيكون فيها غير دات اكسبيراسيون، ما كتكونش كامله، كتكون غير الشهر غير المصغر ديالها على الكلمه كالجمله، كيكون غير او اكس بي بي جوج نقطات. العموم لا كيكون دايرين السنه، كدار الشهر، كدار مثلا الاغلبيه كيديروا غير السنه، مثلا او اكس بي جوج نقطات 2018 ولا 17 مثلا. واخا هادشي الا فهمناه غنوليو نعرفوا نقراو، ولكن انا بغيت نقول يعني احنا كخبيرات ولا كمهتمات ولا اي امراه اللي كتخاف على البشره ديالها وكتكون بعض المرات كمشي كتاخذ شي فون دو طون، بعض المرات غير بحب استطلاع كتبغي تقرا، ما كتقراش ما كتلقاش مثلا تاريخ الصنع، كتلقى غير تاريخ الانتهاء، ولا ما كتلقاش تاريخ الانتهاء كتلقى تاريخ الصنع، ولا ما كتلقاهمش بجوج. في هذه الحاله خاصنا نسولوا راسنا على مصداقيه هذا البرودوي والمصدر من شريناه. يقدر حتى البلاصه من شريناه راه يمكن يكون برودوي ماشي كي نقولوا اوريجينال، ماشي هذاك المنتوج الحقيقي. ولكن نقولوا واحد النقطه يعني الامانه، انا هذه مساله يعني بحثت فيها بزاف المرات، راه شحال من مره منتوجات غاليه من يعني دي ميزون دو بوتي كبار عالميين، عالميين، ماركات عالميه، راه ما كتلقايش فيها تاريخ ديال الانتاج او التاريخ اللي تصوب فيه هذيك المنتوج، مثلا فون دو تان او مسحوق ديال الماكياج او اي منتوج. ولكن شنو كتلقى فيها؟ كتلقى فيها، وهنا غادي نوصلوا ربما للرمز اخر اللي خصنا نتعلموا حتى هو نفكوه، ما كتلقاش فيها كاع حتى الارقام، كتلقى فيها واحد الرسم صغير اللي هو بحال بواطه مفتوحه وفيها واحد الرقم، بواطه مكتوب واحد الرقم اللي كتلقى فيه يا اما 12 ولا 6 وحدها ام او 12 وحدها ام، يا 6 موا ولا 12 موا. هذاك اللي كيكون فيه حتى شي رقم من الارقام والرموز اللي ذكرنا في الاول كيكون فيه واحد الرسم اللي هو كما قلتي اسناء، راك تبارك الله عليك انت راكي غاده في داكشي ديال المكياج مهتمه، كتكون فيه بواطه كما قلتي بحال ان سيركل يعني بحال مفتوح وفيه هذا الرقم اما 6 اما 3 اما 12. بعض المرات كيكون واحد المنتوجات صغار حتى 24 ام يعني 24 شهر او 24 موا. في هذه الحاله سيداتي يعني المنتوج ملي كتشريه وكتحليه كيبقى 6 شهور ومحلول، 3 شهور ومحلول،
او 12 شهر او 24 شهر. يعني ديك الرسم ديال العلبه مفتوحه يعني كيتستعمل اول يوم تستعمل من منين فتحتي داك المنتوج؟ منين فتحتي المنتوج على العموم مثلا حنا تبارك الله كامهات وكعيالات عامه كتكون عندنا يعني دقه الملاحظه. تبارك الله عندنا لودوغان خدام من الريحه الانسان حاسه الشم مهمه. حنا كنطيبوا بلي زيبيس كنطيبوا تبارك الله بلي زيبيس بالهواس ديالنا السيده فعلا فكنستعملوا لودوغا يعني حاسه الشم ديالنا ما فيها باس نشموا يعني لي برودوي اللي كنستعملوا المنتوجات اللي كنستعملوا ضروري اذا كانت خاسره شي حاجه راه غنشموا فيها ريحه وحتى بالبصر حنا غادي نشرحوا كل حاجه كيفاش نقدروا نعرفوها خاسره ولا ما خاسراش. حنايا طبعا غادي ناخذوا اسئلتكم مرحبا بها على رقمنا 0522 77 24 24. مده صلاحيه المواد جميليه كيفاش كتعاملوا مع هذه المساله؟ واش كتسهل عليكم تعرفوا المده الصلاحيه ديال المنتوجات؟ واش شي منتوج مثلا غلطتوا في مده الصلاحيه ديالو وكيفاش اثر على البشره ديالكم او على الصحه ديالكم؟ عطونا شهاداتكم ماذا بينا نستافدوا مع بعضنا باش تجاربنا كتكون دائما منفعه فيها لينا ولغيرنا. معنا من مدينه رباط مروه. صباح النور مروه. صباح الخير. مرحبا بك على راديو اصوات مروه. شكرا بارك الله فيك. ميرسي. سلام لاباس؟ الحمد لله انا سعيده عليك وعلى صفاء. الله يبارك فيك حبيبه ديالي مروه. بالصحه وبالخير ان شاء الله. تكوني عروسه اذا ما كنتيش مزوجه. شكرا الله يخطيك. ميرسي ربي يخليك. وانا نهتم بالاطلاله ديالك ان شاء الله اذا قبلتي عليا. الو ما كنسمعكوش مروه. قالت لك صفاء وهي تهتم بالاطلاله ديالك ملي تكون عروسه ان شاء الله. ماشي ان شاء الله ربي يخليك. راني ديما كنتبعك وداخله في الكوب ديالك. مرحبا مرحبا مروه نهار كبير هذا. ماشي ربي يخليك. الله يخليك. بغيت نسولك على قبل عندي لابوغراس وعندي لي تاش نوار. وي وكتصير الا قصتي الشمس كيزيد يكحلو والبشره ديالي كتحمر حتى هي شي شويه. كديري ليكرون توتال بوماده ديال الشمس مروه؟ كنديرها ولكن ما كتوافقنيش حيت عندي لابوغراس ما كتوافقنيش. راه حنا كنا تكلمنا واحد المره على انه ولات هذيك البوماده ديال الشمس او ليكرون توتال نوفيل جينيراسيون خاصه بالناس اللي عندهم لابوغراس يعني بشره دهنيه ولا مختلطه ما كديرش لك داك لي كتزيد ما كتزيدكش عاوتاني دهون بالعكس هي كتنشف الوجه. سيري للصيدليه سولي قول لهم راه واحد المنتوج معروف بلا ما نقولوا الاسماء بغيت ايكرون توتال ولا بوماده ديال الشمس اللي تكون خاصه بالوجه الدهني ديجا غتحيد عليك هذا المشكل غيولي وجهك ما يبقاش غتوافقك. ضروري ديريها راه كنأكد وسناء وهضرنا ضروري نديرو بوماده ديال الشمس ليكرون توتال طول السنه واخا يكون الشتاء يعني كي كنقولوا خيط من السماء تكون الشتاء كتنزل نديروه لان الاشعه وتكون السماء مغيمه وكل شيء ونديروه لان الاشعه الاشعه واخا هكاك عندها تاثير. نقدر ندير فون دو تان غديريه هو قبل الفون دو تان كنت في واحد الحلقات شرحت ضروري كنديروا الكريم الاولى اللي بغينا مثلا كريم دو جوغ ولا شي كريم اللي كنديروها مثلا على الحبوب ولا شي حاجه. بروبليم اخر الفون دو تان ما كيسجلش في لابو ديالي دغيا كيهبط لي دغيا كيتمسح. واخا هات يا مروه ديري الكريم اللي عندك شي كريم خاص بالحبوب ديالك ولا كريم دو جوغ ياك من بعد منه كديري ليكرون توتال بومانا الشمس هي الثانية ومن بعد كديري البيبي كريم ديالك ولا الفون دو تان ديالك. إلا بغيتي الفون دو تان باش يبقى مدة طويلة خاصك ديري لا بودر. كنا شرحنا هادشي ونعاودوا إن شاء الله في حلقات واحدة أخرى نعاود نعطي الوقت الخاص بهذا الموضوع. كتثبتيه بإن بودر باش كيبقى الفون دو تان نهار مدة طويلة. بالنسبة ليطاج أنا هذا هو اللي عندي مهم قبل من الفون دو تان ليطاج ليكرون توتال وحاولي شوفي طبيب جلد باش يعطيك لي برودوي اللي خاصين لهاد ليطاج. واخا ولا ماسك طبيعي ما نقدرش. كاينين دي ماسك غنعطيهم ان شاء الله في حلقه جايه الا بقى لي الوقت غنعطي شي ماسك اليوم خاص بالبقاسه. مروه كان عندك سؤال على مده الصلاحيه ديال المواد شي حاجه دابا عندك شي كريمه كتستعمليها الله اعلم وعندك شي سؤال عليها. وي زعما الا ما بقى لهمش بزاف ويتسالوا نقدروا نستعملوهم ولا لا؟ سا ديبون من امتى انتي حلاه مثلا هذا المنتوج امتى حليتيه واش مستعملاه من شحال هادي وبقى فيه شويه نسيتيه ولا كتستعمليه دائما؟ لا شي 3 موا دابا. شنو هو المنتوج؟
شنو هو فون دو تان؟ فون دو تان، فون دو تان. لا الوغ الفون دو تان سنة اكثر نهضر عليه بما ان مروج بدات هذا الموضوع نشرحه. مهم. الفون دو تان يعني كاع لي ليكيد السوائل كلها، عندك الفون دو تان، عندك الايلاينر ليكيد اللي كيكون سائل، عندك لونتي سيرم الا كان حتى هو سائل، يعني البوماده اللي كدار تحت العينين باش كتخبي هذوك لي سيرم، هذوك المده الصلاحيه ديالهم من نهار كيتحلوا ما بين 6 شهور حتى 8 شهور، انت هي 3 شهور ما كاين حتى شي مشكل، استعملي البرودوي ديالك غير ديري ليا ليكرون توتال الله يخليك. تبارك الله عليك مروة، تحية لكم بالرباط. مازال غادي ناخذ إيمان تهي من الرباط، ورقمنا دائما مفتوح لكم. وفاء وإحسان تنتوما غادي ناخذ أسئلتكم، مرحبا بكم معنا في حديث ومغزل. أم نور صفاء كتبت لك السلام عليكم أختي سناء، أسلمي لي على أختي صفاء بزاف وشكرا على جميع النصائح ديالها. تحية لكم على الصفحة ديالنا سناء زعيم أصوات الصفحة الرسمية الأصلية. تحية كذلك الأم يوسف، الأمينة الصوفي، السمارة، السلام، الأم محمد، الهبة، الأم حفصة، الزهرة، البديعة، الهجر، السعدية، كل من صافية، رجاء، خديجة، أم أنس، سلوى، شيماء، أم محمد، سليمان، ريان، فاتي زهور، وأم إسراء، وكذلك خديجة بالخير. شكرا لكم بزاف بزاف. ونزيها صمدي شكرا لكم، صباحكم تنتم عسل وصباحكم حب وورود يا رب. إيمان معنا من الرباط على الخط، مرحبا بك إيمان. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك على راديو أصوات. شكرا، كنشكر الشاب زينة سلوان، الله يبارك فيك. العفو حبيبة، شكرا. كنشكر بزاف بابا بجناح، الله يحفظك إيمان، شكرا، مرحبا بك. مرحبا بك معنا في حديث ومغزل، وحنا حنا عاملين الحديث وعاملين المغزل الحمد لله، كل شيء كاين. انا فرحانه بزاف النهار كل وانا كنطيب في الكوزينه والراديو نتاع الحدايا، النهار كل وانا كنسمع فيك. الله يبارك فيك وشكرا على وفائك للراديو اصوات يا ايمان. الله يبارك فيك ويكبر بيك، وحنا معك في الخدمه، قل لي شنو سؤالك؟ والله نقول شي بيان 100 سنه. ربي يخليك ونفرح ونجي وان شاء الله نحضروا معك للسابع. سهل سنة. بارك الله فيك اخت سناء. الله يبارك فيك حبيبه، شكرا شكرا لك صفاء. قل لي يا ايمان شنو سؤالك؟ قل لي مدة الصلاحية. اها صفاء ايه بغيت نشوف نبغي نتفرج شي واحد لعب. وخديت واحد الفون دو تان. ودرت اللوجه ديالي، ولكن بعد ولات عندي البصره ناشفه بزاف وما فيها شي حبوب. اذا منين مشيتي حتى لديك العرس هذيك اول مره استعملتي ديك الفون دو تان؟ انا مره درته انا واختي نيت وحتي وقع ليها نفس المشكل. يعني لاحظتوا على انه ديك المنتوج غير حطيتوه على البشره ديالكم دار لكم مشكل في البشره انت والاخت ديالك؟ غير درناه رجعنا من العرس حنا مشكل في البشره ديالنا. ايمان هذا الفون دو تان واش نتوما اللي شارينه ولا درتوه في شي مركز تجميل؟ دابا عندنا المكياج عندنا غير في الدار. دونك شريتوه، ما شفتو لا مدة الصلاحية ديالو، ما شفتو لا تاريخ الانتهاء ولا تاريخ حتى شي حاجة؟ لا لا. درتيه مرة وصافي حبستي، ما بقيتيش عاوتاني استعملتيه ولا عاوتاني استعملتيه وما طرالك والو؟ لا عاودنا استعملنا ثلاث مرات. ايوا ونفس الحاجة ولا غير؟ نعم. واش مستعملتيه ثلاثة المرات، واش كنتي مستعملة ثلاثة المرات قبل هذيك المرة؟ ولا استعملتي ثلاثة المرات من بعد ما جاتك الحساسية؟ لا استعملنا ديك المرة الأولى وما استعملناش مرة أخرى باش نتأكدنا باش نبدا لنا حساسية وجات ديالنا. إذا لكم نفس الحاجة في كل مرة؟ أختي عندها العرس دابا قريبة وأختنا لازم تبقى في هذاك الشيء في الوجه ديالها. المهم يعني تأكدوا أنه هذاك الفندوتا هو السبب. دونك هذاك الفندوتا ما يبقاوش يستعملوه من الأحسن. بالنسبة لأختك واش شنو ناض ليها حبوب؟ بقى حبوب حمار بقى فيها تحيد وقول له فيها ديطاج، شنو المشكل دابا اللي عندها؟ وانا البشره ديالي ناشفه كتقشر. المهم بالنسبه ايمان البشره الناشفه اللي كتقشر هذه راه تقريبا طبيعي طبيعي، يعني حاجه تكون طبيعيه. انه فصل الشتاء كنا شرحنا سناء هذيك المره اي بشره واخا تكون دهنيه بعض المرات كتقلب فصل الشتاء كتولي ناشفه، ملي كتولي ناشفه راه بطبيعه الحال كتقشر. كنت عطيت واحد المثال بحال ديك الغرسه اللي ما كتسقاش كتولي مشقه، فنفس الحاجه. بالنسبه لك ايمان خذي كريم خاص لتغذيه البشره، ديريه على الاقل من هنا تتوصل للربيع وتشوفي واش البشره ديالك هترجع عاديه مع وصول فصل الربيع ولا غتبقى ناشفه. المهم غادي تفيدك، خاصك تستعمليه
بالنسبه للخت ديالك كنت بغيت نعطي غنعطي واحد الوصفه اللي كنستعملها صراحه شخصيا بالنسبه للبنات اللي متابعيني في سناب كيشوفوني كنديرها. هي وصفه كتعطي ليكلا، كتعطي البياض، كتبيض الوجه وخاصه حتى بالهالات السوداء نقدروا نديروها في الوجه ديالنا ونديروها حتى تحت عينينا ماشي مشكل. ايمان الا بغيتي تقيدي فهي كنحتاجوا الخرقوم البلدي اللي كيكون عواد كيكون مطحون على يدينا، كنحتاجوا العسل الحر او يكون عسل ذات جوده مزيانه، كنحتاجوا الماء ديال الورد، الى بغينا اضافه قليل من شعيرات الزعفران الحر، الى ما عندناش ماشي مشكل. دونك نعاود، هذه وصفه خاصه كتبيض وجه وكتبيض ليطاج اللي عندنا في الوجه وكنديروها حتى وصفه تحت العينين، انا كنستعملها شخصيا تحت عينيا، كتعطي واحد ليكلاسان زوين وطبيعيه. دونك كنستعملوا ناخذوا معلقه ديال الخرقوم البلدي معاه شويه ديال العسل، راس المعلقه ولا نص معلقه الحر، ولا يكون ذات جوده مزيانه يعني كناكد عليها باش يعطي المفعول ديالو. كنستعملوا الماء الورد حتى هو كما قلت يا سناء خصنا نعرفوه مده الصلاحيه، مده الصلاحيه ديالو ما يكونش قديم ومنين، واش الماء الورد الحر ولا لا، حتى هو كنديروا معنا عندنا ميزاننا مهم باش نديروا ذاك الخليط. ما كنديروش جاري بزاف، خفيف بزاف، وما كنديروش ثقيل كوم اون بات، خاص يكون ما بين وبين. دونك هاد الوصفه نستعملوها في وجهنا كامل ونستعملوها تحت عينينا ما كاينش مشكل. الا بغينا نزيدوا شي شعيرات ديال الزعفران الحر مرحبا عندنا، ما عندناش ماشي مشكل. دونك كنديروه اسناء هذا ماسك 20 دقيقه كنغسلوه، نعاود نمسحو بماء الورد، راه واخا بقينا شويه صفار ماشي مشكل، غير نغسلو ونغدليه وجهنا كيتحيد. كنستعملها بزاف انا تحت عينيا، خصوصا السيدات اللي عندهم مثلا شي بحال اختك اللي عندها قرب ليها العرس، تستعملها كل نهار في الاول من بعد ديرها نهار ايه نهار لا، وتحت العينين نستعملوها اون كور ديال 10 جوغ، عرفتي كيعطينا واحد الفرق هائل. اذن ديال العروسه غادي تصلح لها، غتعطيها واحد اللمعان وواحد البهاء للبشره ديالها. هذا المنتوج اللي نتوما استعملتوا يا ريت في المحيط ديالك يعني مع السيدات اللي كتعرفي تنصحيهم انهم ما ياخذوش نفس الفون دو تان يا ايمان باش حتى هما ما ياثرش عليهم وعلى البشره ديالهم. وهذيك الجوال ديال الفون دو تان منين شفتيها ايمان ما فيها لا مده لا رقم ديال الصلاحيه لا والو ياك؟ لا ما فيها حتى حاجه، كما الرقم ديال ما فيها والو. نعم، فهاد المساله نتمنى انه هذا الموضوع اللي حنا كنتكلموا عليه اليوم يكون مناسبه ويكون فرصه باش السيده ترد البال. يعني ها انت شوفي، انت غتمشي تشري فون دو تان باش تفرحي براسك مره، شنو غيخلي لك الاثار ديالو؟ غتصدق راسك، خصك عاوتاني تلقى حلول شي حوايج اللي اساسا في الاصل ما كانتش عندك. فالله يسعد الاخت ديالك، كنتمنوا لها الفرحه ان شاء الله والهنا هي والزوج ديالها، والف مبروك مسبقا. حنا دائما معكم مباشره على راديو اصوات غنمشيو لمراكش، معنا وفاء. صباح النور وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام وفاء. صباح النور وفاء. الحمد لله. احنا اللي قلنا حقكم واكلين. الله يكبر بك. مرحبا بك وفاء، مرحبا بالناس ديال مراكش. شكرا حبيبه. عفوا انا بغيت نسول الاخت، كندير واحد الفوندوت وقيت دابا هذيك 12 ام. ايه. ولكن في الاول كنت كنحس بوجهي بحال لا ودهني، ودابا كنحس به ناشف، بدا تيتقشر ليا. واخا. بغيت نسول عفاك بالنسبه لهذيك لي كرون توتال. ايه. واش ماشي ضروري ان هي تكون بيضاء؟ واش حيت دابا كاين واحد ليكرون تكوني عارفاها كتكون فيها 21% ديال الحمايه ديال الشمس، واش ممكن نبقى نديرها؟ بلاتي باش 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 نتفاهم انا وياك، دابا سولتيني على الفون دو تان. فيها 12 شهر، واش فيها تاريخ اللي تصنعت فيه ولا فيهاش؟ لا حبيبه فيها غير ديك الرسمه. واخا دابا انت امتى حليتيها؟ وحليتها تقريبا شي 4 شهور دابا. ما داتك لا حساسيه لا والو، غير حسيتي وجهك ناشف. حسيت به ناشف وبدا تيتقشر، في الاول كنت بدا حس به دهني ولكن دابا ناشف. دابا انت وجهك واش كان دهني ولا كان ميكس؟ كانت عندك ديك لا زون تي اللي عندك مختلط؟ لا كان مختلط شويه ولكن ماشي بزاف ناشف بحال دابا. واخا هذا الفون دو تان اللي خديتيه واش عرفتيه خديتيه خاص بالبشره الجافه ولا بالبشره الدهنيه؟ ما عرفتش انا، ما حيت الا كان هذا الفون دو تان خاص بالبشره الدهنيه راه كينشف.
ولا انت كانت البشره ديالك ماشي دهنيه بزاف غير دوك لي زون تي والباقي ديال الوجه ديالك كيكون عادي ولا كيكون ناشف، راه طبيعه الحال كيقدر ياثر عليك. الا كان خاص بالبشره الدهنيه الجافه عفوا كيكون فيه الزيوت اكثر، دوك غيزيد يدم لك وجهك. على العموم الا كان وجهك دابا ناشف وكيتقشر راه يقدر يكون غير صدفه سناء، حيت دابا فصل الشتاء يقدر يكون غير صدفه مع فصل الشتاء وجهها نشف. هذا السؤال الاول اللي سولتيني. السؤال الثاني قلت لي ليكرون توتال واش ضروري خاصو يكون بيض، وهضرتي على الاس بي اف 20. ما فهمش سؤالك مزيان. قلت زعما كاين واحد ليكرون دابا ملون تانتي كيكون واحد فيه تقريبا تيكون اللون ديالو بحال الفوندو تان. ايه تانتي. وتيكون 20% بحال هكا ديال سميتو ديال الشمس، ولكن قلت لك زعما واش الضمن ضروري انه يكون بيض ولا لا. ماشي مشكل الا كان في شي لون اخر. شوفي هو كيكون خيار، غير هو سناء كنا هضرنا واحد المره في واحد الموضوع قلت بان ليكرون توتال اللي كيكون الواقي من الشمس واقي الشمس او البوماده ديال الشمس اللي كتكون بيضاء ترانسبارونت كتكون الحمايه الوقايه الاس بي اف طالع بزاف. كل ما زدنا في ليكرون توتال بوماده الشمس تغذيه ولا شي حاجه تلوين ولا تلوين، طبيعه الحال حنا كنسخوا يعني كنقصوا من 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 الواقي من الهدف الاول ديالها اللي هو الحمايه البشره. فوالا انا ما عرفتش واش تهضري على البيبي كريم هذاك لي فون دو تا نوفا جينيراسيون سوا ديزون دو فون دو تا، حيت كيكون خفيف كيدار بالنسبه للسيده ما كتبغيش يكون الماكياج ثقيل، كيكون فيه ما بين 15 حتى هو 20 اس بي اف يعني الحمايه ديال الشمس. الا كنتي تهضري عليا على ليكرون هو كيكون من الاول، هذاك كيبقى اختياري انت وراحتك. فهمنا ماسك ديال التقشير الله يعطيك الصحه. ماسك ديال التقشير غادي نعطي واحد الماسك طبيعي في اخر الحلقه الا بقي الوقت، غادي نعطيكم ماسك طبيعي ديال التقشير. غادي ناخذ السؤال ديال احسان. تحيه كبيره لكم مراكش. نمشيو الان لتطوان. معنا احسان. صباح النور احسان. صباح الخير سناء. اهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا اللي هضرت معك بعدا. الله يبارك فيك والله يكبر بيك. امين. انا هي اللي عندنا حديث المغزول دغيا الصحراء ملي كنخصهم في الخدمه الى حصل 4 روز ولا سيه وانا خدامه وانا نسيت تفوتني. كنصمت السنة الزاين كنصمت البرامج ديالكم كاملين من السبعه من الصباح حتى 4 روز ولا سيه. مرحبا بك. مرحبا بك يا احسان. دائما هذه اذاعتك راديو اصوات منوره بك وبكل المستمعات. الله يخليكم لينا. بارك الله فيكم. وبهذه المناسبه خصني نقول لك واحد الطلب بنات من الشركه كانوا كيسلموا عليك بزاف 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 دابا عزو خالي غالي قالوا لي سلمنا على سماء الزعيم بزاف. مرحبا بكم كاملين كاملين. وكنسلم على الشافه ديالنا زينه السلوان، وكنسلم على الاوكي اللي معك صافا 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 الرباح. اللي بغيت نقول لك اختي صافا هي انا خديت واحد فندقين ما شهرين هذه باش خديتها. ايه. وملي استعملتها مزيانه ونهار جات المره الثانيه استعملت جبرت تلقى لي الماء كتكسر لي الماء. ايه. الماء ملي رجعت بحال داك الشيء كيجي بحال داك الشيء بحال الجبن قط. كيكون الماء هابط بوحديته والبرودوي بوحديته. اي والله يعطيك السر وما وخاصني نستعملها ودا ملي شي مشكل ما تستعمليهاش. سؤال مهم بزاف 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 غادي نهضروا عليه واحسن نقصت علينا المسافات. واش معنيتو هذا المنتوج خسر؟ هذا المنتوج خاسر. المنتوج ملي كيولي كيولي كما كنقولوا التخت بحال التخت. يعني البرودوي نازل والما طالع في اي برودوي فون دو تان صباغه ديال الظفار اي حاجه ديك يد كتولي بحال هكا يعني هاد البرودوي ما نقيسوش. اثناء ما عرفتهاش واش قدرات تقرا واش كاين شي تاريخ ولا شي حاجه. كاين شي تاريخ احسن؟ لقينا فيه شي بلعد دابا ما نكذبش عليكم ولا شي رسم ديك العلبه ديك البواطه اللي كتكون بحال مفتوحه مرسومه وكتكون في وسط منها مكتوبه رقم وحدها واحد الحرف ديال الام ما بانتلكش. هذا يلاه شريتيه شهرين يلاه فتحتيه هذه شهرين. يلاه فتحتها دابا يلاه شهرين هذه فتحتها. وشوف. خمسة مرة ولا رجعين لي رجعت ما يبقاش ما يبقاش فيك الحال فهمتي. عرفي أنه ديك البلاصة منين شريتي هذا المنتوج سيري قولي لهم هذاك المنتوج اللي بعتوه لي راه خاسر، لأنه المفروض الفون دو تان ما كتبقاش المدة ديالو شهرين ملي كيتفتح. لا الفون دو تان أو توسكي ليكيد الفون دو تان قلنا لونتيس
اي حاجه اللي هي ليكيد نورمالمون كتبقى ما بين 6 شهور حتى 8 شهور. اذا خصها ترجع لهذاك المحل اللي خداته وتقول لي راه باعولها المنتوج اللي هو المفروض ترجع المحل خصوصا ما فيه حتى شي تاريخ ما فيه حتى شي عباره تقول لي هذا البرودوي انا يلاه حليته ما يمكنش انه يكون بحال هكا. ومن الاحسن ما تستعمليش لو ما صحتك وصحه وجهك معلوم على انك يبقى فيك الحال انك خسرتي الفلوس ماشي مشكل الله يخلفهم لك. وانتبهي الخطره الجايه كما قلنا في دوك الرموز اللي قلت لكم ان شاء الله يكون خير. فاذا هذه يعني واحد نتيجه ديال بعض الامور اللي احيانا كثيره في الحقيقه ما كنردوا لهاش البال. وهذا مثال حي ليكيد يعني هذا فوندوتان فيه الماء تميه او اي منتوج سائل عندكم كيتميه في الماكياج ديالكم في المواد الجميليه ما تفكريش فيها جوج المرات الا لا اللهم الصحه ديالك والبشره ديالك وما يبقاش فيك الحال هذاك المنتوج لوحيه وحمي راسك. وهاد الدقائق الاخيره من حصتنا اليوم برنامج حديث مغزل مع سناء الزهيم اللي غادي طبعا ما نساوش نعطيو فيها بعض النصائح المهمه مده صلاحيه ديال المواد الجميليه مع خبيره الجميل والمكياج صفاء بوجناح على الصفحه ديالنا ديال فيسبوك. من بين الاسئله اللي سجلت كريمه كتسولنا على الكريم ديال الشمس ليكرون توتال واش مده الصلاحيه ديالو عام؟ ليكرون توتال كيكون نورمالمون مكتوب فيه لي دات التواريخ. حنا قلنا اي حاجه اللي هي ليكيد راه من طبيعتها اذا فاتت يعني تحلات وبقات شهور بزاف كتخسر. يعني كما قلنا نستعملوا لودور النيف ديالنا الشمس ونلاحظوا راه ملي كتبغي ديري بعض المرات ليكرون توتال ولا فون دو تاي حاجه ليكيد ملي كديرها في يديك كتشوفي تبدل لها اللون ديالها لا تكستور ولات مرمله ولات يعني هي نورمالمون ما بين 6 شهور 8 شهور عام لا. ولكن حتى الى ما كانت شوفات ديك 8 شهور سناء ماشي نقولوا 6 شهور 8 شهور صافي دائما نكونوا حاضين دوك الشيء اللي كنستعملوه نكونوا نعرفوا اشنو كنستعملوا. بالنسبه للمواد الجميليه ديال الماكياج كل ما هو عباره عن بودره الوغ جوستومون انا كنت بغيت نهضر بالترتيب يعني الماسكارا اللي هو الريسيل كيكون شهرين حتى 3 شهور واخا ما خسرش واخا ما فيش لا ريحه لا والو راه هو بطبيعته كينشف دونك اذا نشف بلا ما نبقاو نديروه في عينينا. من بعد منه كيجي الايلاينر ليكيد هذاك اللي كان ديال الخط اللي كيكون سائل كيجي منه كريم الاساس الفون دو تان كيجي منه الانتي سام كيجي منه اي برودوي سائل فهو ما بين 6 شهور حتى 8 شهور. كيجي من بعد منه احمر الشفاه العكار العكار نورمالمون يبقى حتى العام ونص سنه ما عندناش مشكل بما انه كيتسد ويتحط في مكان ماشي اميد ما فيش البروده ما فيش الضوء بزاف غير هو راه العكار كيبان. والعكار فيه انواع كاين العكار احنا كنهضرك على العكار اللي كيكون العكار العادي اما اللي كيكون مثلا كلوز راه كيكونوا تاهما ديليكيد تاهما كتشمي ريحتهم كتبدل العكار العادي حتى العام ونص قلنا بطبيعه الحال يكون مغطي وداك الشيء غير هو راه العكار كتولي فيه ريحه خايبه اذا قدام كتولي فيه ريحه خايبه كتولي هو نفسه كديريه كتحسي به مرمال اللون ديالو ما كيبقاش هذا هو هذاك كيتلصق فوالا كيجي من بعد منه البودرات هما لي برودوي المنتوجات اللي كيطولوا في الصلاحيه ديالهم اللي هما عندك الفراجو البلوش البودره اللي كنديرو باش كنفيكسيو الفون دو تان لي فارا بوبيير هادشي كيقدر يبقى حتى 3 سنين سنه ما كاينش مشكل مع الحفاظ والمسح وداك الشيء راك عارفه. من بعد 3 سنين يتلح واخا ما فيه يكون فيه لا ريحه لا شي حاجه لانه صافي 3 سنين هذا ما نخليوش. بغيت نهضر غير على صباغه الاظافر راه حنا عارفين فيها دي كاليتي فيها انواع الجوده بالنسبه لهذوك صباغه الاظافر او طلاء الاظافر اللي كيكون ماركه راه كاين واحد ماركه ولا جوج ماركات المعروفين عالميين هذوك يقدروا يبقاو حتى 3 سنين واخا يتحلوا غير هما يتسدوا بطبيعه الحال يتمسحوا راك عارفه بعض المرات كنصبغوا بهم يقدر يسيل. وهنا ميزاننا راه كيبان لينا ان هذاك ساهل انه يتبان كما قلنا بحال اللي قالت السيده كيبقى يهبط البرودوي لتحت وكيطلع الماء كيتفرز الصباغه على الماء ديالها. بين المواد الجميليه ايضا اللي المفروض انها تطول ولكن ما عندنا حتى شي فكره على مده الصلاحيه ديالها العطور صافا العطور لا العطور الى تحلوا ما خاصهمش يفوتوا سنه والعطر كيبقى اكثر من عام لا كتشم ريحته كتغير هذه خديها مني انا انا عشاقه الريحه ملي كنشري ريحه وكتبقى كنستعمل ريحه اخرى مؤخرا لا رميت ريحه يعني غاليه ولكن ريحتها تبدلات لانها دازت سنه العام ملي كتحل ما خصهاش تبقاو ثاني فوق العام
يعني وانت كتبقى لك ريحه مثلا نوع على حسب انك انا الصراحه كنغرق روايح. فاذا كلمه اخيره اكيد انه شحال من مره السيده كتلقاها كتستثمر واحد الميزانيه باش تشري هاد المواد الجميليه تكون فيها واحد الجوده وتختارها بذوقها يعني بديك الشيء اللي كتحافظ فيه على الجمال ديالها، ولكن الا الحاجه تتحس بها لمده صلاحيه صافي تسالات ولكن مازال عامره خصها تطلع. لا وشنو دابا اللي حسن الوجه وجهنا ولا اللي صرفناه داكشي كيخلفوا الله سبحانه وتعالى ما عندناش مشكل. لا انا بالعكس يعني احنا قلنا بان الوجه وصحه الجلده راه هي المراه ديال السيده. انا نفضل تبقى على طبيعتها وما دير لا فون دو تان لا والو وتكون مرتاحه والبشره ديالها زوينه على انها دير فون دو تان وتولي في مشاكل فيها مصاريف حدا اخرى زايده. الوقايه خير من العلاج. اذا السيده ملي تكون كتشري ما تشريش بزاف. لا تشري حافظي على حافظي على الجيب. لا ضرر ولا ضرار تشري دير اون بتي تخوس على قد النفع اللي غتستعمل في الوقت. انا دائما كنصح السيدات خذوا اون تخوس ديال كل نهار فيها بوماده ديال يعني الفون دو تان كريم الاساس فيها بودره وحده فيها ماسكارا واحد قلم اللي كتكحل ولا كديروا ايلاينر عكر ولا جوج الله يجعل البركه. داك كثرت المنتوجات كتلف السيده داكشي ما كيتستعملش كل نهار وكيبقى حنا خبيرات المكياج وكنشريو بزاف انا والله لانه انتم راه خلاص انتم كتكون عندكم ديك الحقيبه المتنقله. انا عندي هلع كنبقى دائما نشري ولكن بعض المرات كنشوف راسي كما قلتي كاين دي برودوي اللي شريتهم غير هكاك حبا ما كنستعملهمش. او بعض المرات السيده كتلقى فرص ولا كتلقى دي بروموسيون ولا كتقول نستغل الفرصه الوغ ما تفتحهمش. لقات بروموسيون تحاول ما تقرا بعد التاريخ الاصدار وما تحلوش حتى توصل تبغي تستعمله. بغيت غير نعطي الكوماج لاني واعت زعما بالزربه ماسك اللي تقشير البشره او الوجه. كنا خصوصا السيدات اللي عندهم الوليدات في الدار كنا عندنا الفرماج اي فرماج عندنا في الدار انا صراحه كنستعملو كيشوفوني بنات لي في السناب كنديرو دائما ناخذو نغسل يكون بطبيعه الحال وجهنا نقي ونديرو فيه شويه الماء ما يكونش ناشف وناخذوا هذيك الفرماجه كيف ما كانت نديروها على وجهنا ماسك غير هي ما نخليوش هذاك الماسك ينشف في النص المده ديالو نقشروه صدقينا سنة يعني كدير به كوماج كتشوفي بانه لا بوموغ تحيدات وكتبقى لك واحد الملمس رطب لانه الفرماج من طبعه راه مغذي فيه الدهون ديالو مفيد للوجه. جبن ابيض استعملوه وراه كيكون زوين ومره في الاسبوع نديرو الكوماج. وفعلا كان هذا هو السؤال اللي كنت باغا نطرح عليك ديال ليلى ام سليمان البشره عندها مختلطه وكتقول لك انه في الصباح كتكون جافه لدرجه كيألمها الوجه ديالها فيها حبيبات حمرين في الوجهها وكدير فروماجا مثلتها كل يومين مع الصباح لوجهها وشكرا. واش كتشجعيها تداوم عليها؟ ماشي كل يومين شحال حيت الفرماجه كتخليها غير الماسك ولا كتقومي بها؟ بغيت نعرف دايره لنا هي كتديرها على وجهها في حاله ماسك في حاله انه كتخليه حتى كينشف وديك الساعات كتغسلو راه كيعطيها التغذيه داكوغ. في حاله اللي كتقومي به الكوماج كيدار مره في الاسبوع. اتفقنا. شكرا لك كثير صفاء بوجناح وللتواصل مع صفاء بوجناح ممكن طبعا تزوروا الصفحه ديالها والجروب ديالها من جميله الى اجمل. شكرا لك صفاء الله يخليك دائما جميله وبنصائح كل السيدات جميلات طبعا لانكم كتستاهلوا وتكونوا جميلات. شكرا لك شيف زينة سلوان ونصائح هذه الحلقه مع خبيرتنا وضيفتنا غتلقاوهم دائما عبر الصفحه الرسميه سناء زعيم اصوات. شكرا لك عبد الرحيم وشكرا ليلى. بعد لحظات غادي نخليكم مع برنامجكم لكل اسره بقيه يوم ممتع على راديو اصوات. ما تفلتوش البرنامج الخاص بالاعلان عن شخصيه السنه اليوم ابتداء من 4 مباشره على راديو اصوات. كتبقاو دائما معنا اطيب الاوقات تبقاو بخير.